بسم الله الرحمن الرحيم. دونك ان شاء الله اليوم غنشوف واحد النوع اخر من انواع ديال ليزونطالبي اللي هو لونطالبي دو رياكسيون. شاك رياكسيون شيميك كيتكون من جوج حوايج، كيتكون من لي رياكتيف. هاد لي رياكتيف كيترياجو مع بعضياتهم كيفورميو ليا لي برودوي. مثلا واحد رياكتيف ا يترياجو مع واحد رياكتيف بي كيفورميو ليا لي برودوي اللي هما سي و تي. دونك تو سامبلومون لونطالبي ديال رياكسيون شيميك اللي كنرمزو لها بدلتا اش R، هذا كيتسمى لونطالبي دو رياكسيون شيميك. وليو هو لونطالبي ديال لي برودوي مو لونطالبي ديال لي رياكتيف. دونك الاغلبيه ديال رياكسيون شيميك ماشي كلهم، غير الاغلبيه ديالهم كيكونوا رياكسيون ا بريسون اتموسفيريك. لي بريسون في ليكستيريو كيكونوا بريسمون ديال الاتموسفير ديالنا حنا. دونك كاين فارياسيون ديال البريسون كتكون كتساوي لي زيرو. الوغ داكشي علاش انه الفارياسيون ديال لونطالبي ديال رياكسيون كيمثل ليا هو كيمثل ليا هو كيو بي. دونك هي لا شالور ا بريسون كونستانت، دونك يعني هي شحال ديال لا شالور دخلت السيستم ديالي وبيان خرجت منه في هذا البروسيسوس. دونك يعني كيو بي هي اللي كتعطيني فكره على واش هاد الرياكسيون ديالي استقبل واحد لا شالور من ليكستيريور، يعني الرياكسيون كان على شكل رياكسيون اوندوتيرميك وبيان خرج واحد الكونست شالور ليكستيريور، دونك الرياكسيون ديالي كان رياكسيون اكزوتيرميك. دونك مرة في الشيمي كنستعملو دي نوطاسيون اخرين. نوطاسيون واحد نوطاسيون كنستعملو بزاف كتسمى ب لونطابي ستوندار دو رياكسيون. دونك هاد لونطابي ستوندار مولير ديون رياكسيون، دونك هاد لونطابي ستوندار مولير ديون رياكسيون هو لونطابي لي كيكافئ ليا دونك لونطابي ديال ان مول ديو رياكتيف 273 كلفن وفا بريسون ديال واحد اتموسفير. وبيان هادو اللي شفنا في الفيديو رقم 2 اللي كنا كنسميوه، وبيان هادو اللي شفنا في الفيديو رقم 2 اللي كنا كنسميوه بلوا دافوكادرو. دونك هاد لي كونديسيون ديال 1 مول دو رياكتيف و 273 كلفن و بريسون اتموسفير هما اللي كنسميوهم حنا في الترموديناميك ب لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور و بريسيون. دونك مرة لي فيزيسيان كيستعملو كونديسيون اخر، وبعض المرات في الشيمي مثلا في الالكتروشيمي كنستعملوا كونديسيون من غير هاد الكونديسيون اللي شفنا حنا دابا، ولي كونديسيون نورمال طومبيراتور بريسيون او بيان لو دو فوكادرو. دونك الكونديسيون اللي كنستعملوا حنا في الشيمي بعض المرات كيختلف على هذا. دونك يكون على شكل اون مول دو غاز، دونك اون مول دو رياكتيف، دونك بريسيون كيبقى هو نيس اون اتموسفير اللي كتغير طومبيراتور. كنستعملوا طومبيراتور دو 298 كلفن او بيان 25 دوغري سيلسيوس. هاد لي كونديسيون ملي كتسمو الكونديسيون كتسمو لي كونديسيون ستاندار امبيون دو تمبيراتور و بريسيون. دونك هاد لي كونديسيون كيكونو قريب لا رياليتي. غالبا حنا هاد لي كونديسيون ملي كنركزو عليهم بزاف في شي علوم، مثلا في الالكتروشيمي كنخدمو حنا ديما على 25 دوغري سيلسيوس باسكو في لابوراتوار الاغلبية ديال لي زيكسبيريونس كنديرو حنا 25 دوغري سيلسيوس. دونك مهم، دونك كاين لي كوندور يكونو فيكسين في هاد يكونو فيكسين في هاد لي كونديسيون، و كاين لي كوندور اخرين يكونو فيكسين في هاد لي كونديسيون. الوغ الى افترضنا دابا واحد الافتراض بسيط، الى افترضنا بانه عندي واحد الرياكسيون على شكل جوج مول من ا بلس تلاتة مول من بي كتعطيني واحد جوج مول من سي بلس اون مول ديال دي. دونك سيبوزو انا عارف لونطابي ستوندار ديال هاد الكور ا ولونطابي ستوندار ديال هاد الكور بي ولونطابي ستوندار ديال الكور سي ولونطابي ستوندار ديال الكور تي. بغيت نحسب انا لونطابي ستوندار ديال الرياكسيون ديالي. دونك تو سامبلومون لونطابي ستوندار ديال الرياكسيون ديالي دونك يساوي لي هو لونطابي ستوندار ديال لي برودوي، دونك هادو هما لي برودوي ديالي ناقص لونطابي ستوندار ديال لي رياكتيف. دونك تو سامبلومون يساوي لي هو جوج وبيا جوج هو الكوفيسيون سيكيومتريك، دونك جوج لونطابي ستوندار ديال سي بلس واحد لونطابي ستوندار ديال تي ناقص لونطابي ستوندار ديال لي رياكتيف. دونك ناقص جوج لونطابي ستوندار ديال الرياكتيف الاول اللي هو ا بلس تلاتة لونطابي ستوندار ديال الرياكتيف الثاني اللي هو بي. دونك اون بريف لونطابي ستوندار ديال شي رياكسيون كيف ما كان، دونك هو 100 من اي جوسكا نومبر ديال لي برودوي نيو اي اش اي. دونك هاد نو هو الكوفيسيون ستيكيومتريك ديال لي برودوي. يعني مثلا إذا كان عندي كوفيسيون ستيكيومتريك هو جوج دونك نضرب هنا في جوج، إذا عندي كان كوفيسيون ستيكيومتريك في واحد دونك نضرب في واحد، فوالا ناقص 100 من جي جوسكا نومبر ديال لي رياكتيف نيو جي
Voilà l'entropie standard des réactifs. Donc on est juste donc on voit coefficient stoichiométrique de les réactifs. Mais c'est un coefficient stoichiométrique au jour, donc en droite jour. On a des coefficients stoichiométriques de ça en droite classe.